أزمة ماء حادة تشهدها بلدية عين زعتوت في بسكرة. المواطنون يتزودون لمدة نصف ساعة كل يومين. من اللي زدناه وحنا نسمعوا بلي ما كانش الماء، يجيو يحفروا حفروا براسك 36 فراج تاع ماء بصح ما كانش الماء. الصنده اللي تجي تحفر تروح لانجينيور اللي يجي يقول لك فيها الماء، ابري كي تحفر الصنده يقول لك ما كانش الماء. ما لا يقل عن 36 منقبا تم حفرها عبر تراب البلدية، والنتيجة أزمة ماء مستمرة. آخر مشروع تم حفره مؤخرا توقف في ظروف غامضة. حتى رخص التوقيف ما شافها الشعب، كيفها روحت الصندة وكيفها هزوا حجرة كبيرة حطوها في فم الفراج، والله ما على بالنا. اقتربنا من البلدية بحثا عن حل للغز المشروع المتوقف فلم نجد الإجابة، وعدنا إلى الشارع ثانية. عندنا 34 فرج قلت راه ما كانش، واش هذا؟ غير الفرج 700 وسيمنش حفرت في زقين بعض ناس. درك رانا نشربوا من الفرج واحد راهو ما همش مجعبينه وراهو يتهدم، يعني في أي لحظة قدر يتردم الفرج هذا ونبقاو بلا ماء. أزمة الماء في عين زعتوت قديمة جديدة، ويبدو أن حلها يكمن في التدخل الشخصي لوالي الولاية أو كما يقول المواطنون.